احنا سعداء يعني بافتتاح المعرض هذا. انا اعتقد في كثير من المنتجات اللي بنشوفها، ما بقول المره الاولى، ولكن فيها كثير من الانوفيشن. انا اعتقد هذا يمكن يتماشى مع التوجهات اللي موجوده في دول الامارات، خصوصا امارة دبي، فيما يتعلق بدعم الانوفيشنز. وانا اعتقد الشركات اللي موجوده هنا اغلبها يمكن منتجاتها تعتمد على الانوفيشنز. من جهه اخرى انا اعتقد ان سياسه المعارض او سياحه المعارض اعتقد في تطور في ازدياد. احنا سعداء في دبي في مشاهده هذا العدد الكبير من العارضين والعدد الكبير من الزوار المتوقع لهذه الدوره. سعداء بنجاح الدورة الثالثة للشوبر لدورة الربيع. أنا أعتقد أن هذه أحد سياسات الإمارة الناجحة في استقطاب سياحة المعارض وفي دعم قطاع التجزئة وفي دعم عملية الإبداع في كثير من هذه المنتجات. مهم جدا بالنسبة لنا الأحداث والفعاليات تظل مستمرة في الإمارة. الكل يلاحظ فيها سواء كانت الأحداث هذه عبارة عن معارض أو عبارة عن أنشطة مختلفة، الغرض منها أن تخلي المدينة دائما فيها فعاليات جديدة، فيها أحداث جديدة تشجع على تطوير السياحة وسياحة المعارض بشكل خاص. المعرض يشغل مساحة 25 ألف متر مربع هذا العام مقارنة مع 22 ألف متر مربع العام الماضي. الفرق بيكون من المعرض الجديد المصاحب لمعرض جايتك شوبر سبرينج، اللي هو شوبر سبرينج ليفينج، شوبر ليفينج سبرينج. هذا معرض جديد احنا مسويينه مختص بالأجهزة المنزلية الكهربائية، بالإضافة إلى ما حيكون عليه البيت العصري في المستقبل من أجهزة ذكية. شخص فيه بيتحكم عن طريق تليفونه بكافة الأجهزة. عدد الشركات المشاركة أكثر من 70 شركة من حوالي 10 دول. الغالبية العظمى طبعا من الشركات، حتى الشركات المصنعة بيبقى ليها مكتب تمثيل موجود هنا، فالغالبية العظمى من دولة الإمارات. بس اللي احنا بنركز عليه انه مش العدد بقدر ما هو انه الغالبية العظمى من المصنعين العالميين للأجهزة موجودين معانا، بالإضافة إلى أكبر مبيعات التجهيز، مبيعات التجزئة موجودين معانا في المعرض. يعني جايتكس كل سنة على سنة عم بيزيد، وهيدي فيرجن الربيع بنشوف السنة الماضية شفنا تقريبا فوق 200 ألف شخص، والسنة عم نشوف العدد عم بيزيد والاهتمام عم بيزيد والمشاركين عم بيزيدوا. طبعا هلا دائما جايتكس العالم تعرف جايتكس هي عروض وأسعار وعروض متميزة، وبفتكر نحن كسامسونج في عنا عروض رائعة على كل منتجات من تي في لأدوات منزلية لهواتف، ونحن عم نفرجي أول مرة بالمعرض بجايتكس اللي هو الجالكسي اس اكس والجالكسي اس 6 ايدج اللي هو المفروض ينزل على السوق تقريبا ب 10 ابريل. بقى موجود الناس اللي بدها تحجزه وبرضه الناس اللي حابه تشوفه يعني تلعب فيه للتليفون. وعندنا كمان بالاي في بالتلفزيونات الاس يو اتش دي في اللي هو كمان نيو تكنولوجي نازله بالتي في، كمان منزلينها اول مره اليوم بجايتكس. هلا مثل ما بتعرفي سامسونج من البلاتينيوم سبونسر، يعني من المشاركين الاساسيين بكل جايتكس ودعمها لجايتكس، واكيد شفتوا الافتتاح، افتتاح كان رائع جدا، صار في شغل قيم جدا من قبلنا ومن قبل إدارة المعرض. بدي أعرفكم على اليوتافون. اليوتافون هو أول سمارتفون روسي، ونحن هلأ بالسكند جنريشن. كسمارتفون هو من أول نظرة ما بيختلف عن أي تليفون تاني، إذا بتشوف الابليكيشنز والبرامج حيكون نفس الشيء، ولكن المميز بهالتليفون إنه الشاشة خلفية. إذا بنقلب التليفون على الجهة الثانية ببين إنه في شوية معلومات على الجهاز، وببين كستيكر، يعني هذا الريسبونس اللي جينا دائما نحن منه. ولكن مميزاته إنه فيك تعمل له كاستمايزيشن، فيك نحط له صورة شخصية، وفينا نستخدم القراءة، فيني أنا أفتح مثلا الإيميل مسجز وفيني افتحه ورد على الايميل بشكل رسمي. هلا ميزة الشاشة هاي انه ما تستخدم بطارية ابدا، هي بسموها حبر الكتروني،
وبتساعد انه نكبر حياه البطاريه، يعني بدل ما يقعد معي يوم صار يقعد معي يومين يومين ونص وثلاثه، لانه انا عم استخدم اكثر الشاشه الخلفيه لاقرا المعلومات او لابعث المعلومات. والله المعرض زي كل مرة في كتير كاستمر جايين هون، وكتير كاستمرز مستنيين ايه الأوفرات الجديدة اللي حنقدمها كشركة لينوفو. زي ما حضرتك عارفة احنا رقم واحد عالميا في البي سيز وكمان هنا في منطقة الشرق الأوسط، فعندنا عروض كتير قوية على البي سيز على التابلت وعلى سمارت فونز. والله أو مبادرة جديدة هي أول جهاز كونفرتبل في العالم من الذهب الخالص، اللي هو جهاز يو باتري برو، والجهاز ده معمول خصيصا الإمارات العربية المتحدة، ففي جهاز واحد في العالم كله موجود هنا معنا في المعرض. والجهاز ده حيخش مع دبي العطاء، حنعمل عليه مزاد، والمزاد ده الريع المزاد ده حيروح لدبي العطاء لمساندة كل المشاريع اللي بيعملوها لتنمية البشرية في كل الدول اللي هم شغالين فيها.